محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جددوا الصلوات على محمد وآل محمد. ورد في الرواية أن الإمام الصادق سلام الله عليه وجه إليه السؤال. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه: هل للمسلمين عيد؟ هل للمسلمين عيد غير الجمعة والأضحى والفطر؟ هل للمسلمين عيد غير الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: نعم، أعظمهم حرمة. أعظمهم حرمة. ثم وجه إليه استفهام آخر اتسأله الراوي وقال له: وأي عيد هو؟ قال: هو اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. إذن إذا تحدثنا عن تميز هذا العيد وعن محورية هذا العيد وعن ضرورة الاحتفال بهذا العيد، فذلك لا ينطلق من قراءات اجتماعية أو رغبات في خلق الاصطفافات السياسية والثقافية، إنما قد دلتنا الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم عن تميز هذا اليوم. ولكن تتمت هذه الرواية تبين لنا أهميات انتهاج النهج العبادي في إحياء هذا اليوم. بعد ذلك يسأل الإمام الصادق: وما ينبغي لنا أن نفعله في ذلك اليوم؟ فقال: الصيام والصلاة والذكر. الصيام والصلاة والذكر. هنا ربما يتساءل الإنسان، يقول: لماذا هذا العيد جعل في المعيار العام والخاص متميزا على بقية الأعياد؟ الجواب هو أن هذا العيد يختلف عن بقية الأعياد لكونه مرتبط بتثبيت وتأصيل ركن أساسي من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، وهو الإمامة لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. فإذا هذا العيد يتميز أيضا بدوره المحوري في إرساء ذلك الاعتقاد والإيمان العقائدي. والإمامة بلا شك هي الامتداد الطبيعي للنبوة، ولذلك تعتبر أصلا من أصول الدين أو امتدادا لهذا الأصل الذي لا يناقش فيه اثنين، وهو أصل النبوة. فإذا انطلاقا من هذا المنطلق نرى أهمية أو نرى تركيز أهل البيت سلام الله عليهم في الروايات على أهمية إحياء هذا اليوم
وإحياء هذا العيد. ولذلك طرحت عدة آليات ربما تكون اجتماعية في حيز خلق الاصطفافات الإيمانية في هذا اليوم، مثل المؤاخات يجب أن تستثمر استثمار أكبر بكثير مما نشاهده اليوم، لأن هذا اليوم بإمكاننا أن نحوله بالفعل يوما لتعزيز الاصطفافات الإيمانية، وتعزيز هذه الاصطفافات لها انعكاسات اجتماعية وانعكاسات ثقافية وانعكاسات سياسية على الأمة. فينبغي لنا ملامسة هذه الفرصة الاستثنائية والبحث والتنقيب عن الآليات التي نستطيع من خلالها تحريك هذا اليوم لجعله محورا حقيقيا لتعزيز الإخاء الإيماني وتعزيز الاصطفاء الإيماني. ربما يشكل علينا ويقولون بعض المؤرخين وبعض الكتاب، يقولون لماذا التركيز على عيد الغدير؟ التركيز على حادثة الغدير لن يرجع الخلافة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، ولن كذلك يؤثر على قناعة المسلمين بخلافة الخلفاء. فلماذا التركيز على هذا اليوم وتحويله إلى عيد وما شابه ذلك؟ هذه من الإشكاليات التي تطرح. الجواب على ذلك هو أننا عندما نؤكد على مبدأ الغدير، ذلك لأن حادثة الغدير تؤسس لمفهوم عقائدي قرآني له امتداد في كل مفاصل العقيدة، وهو مبدأ الولاية. ولذلك التركيز على الغدير هو في الحقيقة تركيز وتأكيد على هذا المبدأ، وهو كذلك وفقا لقناعاتنا إعمالا لوصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. لا نريد من خلال التأكيد على هذه الحادثة ولا التأكيد على هذا اليوم تعزيز الانقسامات بين المسلمين، حاشا لله أبدا. إنما نريد من خلال التأكيد على هذا اليوم تثبيت مراسي الولاية في وجدان الأمة وفي حياة الأمة، لتصبح هذه الولاية بالفعل مشروعا متحركا في الأمة. المحور الثاني، هذه الذكرى هي أيضا ذكرى لتعزيز وتحريك محبة علي بن أبي طالب عليه السلام في وجدان الأمة وفي شعورها وفي مشاريعها. ولا أريد أن أدخل في الروايات الواضحة التي تؤكد على أهمية محبة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وهنا السؤال الذي يطرح، واعذروني إن غاب صوتي، صلوا على محمد وآل محمد. السؤال الذي يطرح، لماذا هذا التأكيد على محبة علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ ما هو السر في هذه الروايات الكثيرة الواردة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله التي تؤكد على محبة علي بن أبي طالب؟ للإجابة على هذا السؤال دعونا نتدرج.
أولا ما هو تعريف المحبة؟ ما هو تعريف المحبة؟ ركزوا هنا في التعريف حتى نعرف الانعكاس الاجتماعي والثقافي والسياسي والأممي لمحبة علي بن أبي طالب عليه السلام. المحبة تعرف على أنها علقة وجودية بين المستكمل والمكمل. المحبة علقة وجودية بين المستكمل والمكمل. إذن المحبة ليست مرتبطة بطرف واحد، بل مرتبطة بطرفين، طرف مستكمل وطرف مكمل. من هنا الإنسان الذي يحب الشيء يرى في ذلك الشيء كماله، أو لا أقل يرى في ذلك الشيء استكماله. وتحبون المال حبا جما. المال لماذا تحبه؟ محبة المال ليست ذاتية، إنما تحب المال لأنك ترى أن من خلال ذلك المال تستكمل، تحقق الغايات الدنيوية أو الأخروية. ترى أن المال يزيدك كمالا، كما هو الحال بالنسبة لكل علاقة حب، إلا العلاقة مع من؟ مع الله عز وجل، تلك تختلف. العلاقة مع الله أمر آخر، لذلك ينقل في الرواية أن الله عز وجل يقول: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لنفسك، وتهرب مني عبدي ما أنصفتني. الله عز وجل بما أنه الكامل لا يستكمل بالعلاقة، إنما أنت بمقدار ما تستشعر ذلك النقص المكنون فيك تتكامل بالارتباط مع الله. لماذا؟ لأنك ترى نفسك فقيرا في علقة مع الغني، ترى نفسك محتاجا في علقة مع الله. إذن مع الله عز وجل تختلف المسألة، ولكن هنا نلاحظ أن الروايات واضحة في أهمية محبة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لماذا؟ هل لكي تبقى القلوب منجذبة فقط عاطفيا لعلي بن أبي طالب؟ لا، إنما لتمكين حركة الاستكمال البشري بالعنصر البشري الكامل المتجسد في علي بن أبي طالب. لأن الأرض لا تخلو من إنسان كامل أبدا في كل عصر وفي كل زمان وفي كل حقبة، لابد أن يوجد حجة. كمال الحجة هي في ماذا؟ في انعكاس أخلاق الله. مطلوب منك أيها الإنسان أن تتخلق بأخلاق من؟ أخلاق الله. كيف تعرف أخلاق الله؟ تنظر إلى سلوكيات الأنبياء وتنظر إلى سلوكيات الأولياء، فترى الانعكاسات لأسماء الله الجمالية
في أفعالهم وصفاتهم، فتدرك من خلال ذلك تجسد الأخلاق الحميدة، ومن بعد ذلك تتكامل بمقارنة أفعالك، الأفعال التي تصدر منك بأفعالهم. فإذا تعزيز قيمة ومكانة محبة علي بن أبي طالب عليه السلام هي إنما من أجل فتح الأفق للتآسي والاقتداء والتنمذج بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. لأن الإنسان إذا تآسى واقتدى وسعى للاستكمال من الناقص، وهنا أهمية اختيار المثل والمثل الأعلى. إذا سعى الإنسان للتكامل من الناقص قد يصاب بخيبة أمل. إذا اتخذت فلان أو فلان غير المعصوم مهما بلغ في مرتبة الكمال، اتخذته ماذا؟ قدوة من دون المعصوم. قد تمر الأيام وقد ترى من غير المعصوم سهو، قد ترى غفلة، قد ترى خطأ، لأنه ليس معصوما. أما إذا كانت القدوة معصومة، وإذا كان النموذج الذي تتنمذج به البشرية معصوما، فهنا لا يمكن لنا أن نقول أن ذلك سوف يفتح أبواب الاحتمالات لخيبة الأمل بالمتآسين والمقتدين والمتنمذجين بذلك النموذج. فمن هنا نرى أهمية محبة علي بن أبي طالب عليه السلام، أن الإنسان يستكمل إذا نظر إلى فضائل علي بن أبي طالب. لا يستطيع أن يقول أنني بلغت ما بلغه علي، ولا يستطيع إلا أن ينشد إلى الجمال الذي تجلى في علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه لا يحتاج إضافات لتبيان جماله. الإمام الرضا عليه السلام يبين هذه الحقيقة، أن الناس لو استمعوا أو لو أدركوا حقيقة أهل البيت لاتبعوهم، لا حاجة للإضافة على ما بلغه أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا هذه الحركة هي في الحقيقة حركة استكمال وليس تعزيز للمكانة العاطفية في القلوب لعلي بن أبي طالب عليه السلام. هذه نقطة جوهرية ينبغي أن تكون حاضرة. المحور الثالث، شكر الله عز وجل على نعمة الولاية. القلوب المرهفة، القلوب التي تذوقت نعمة الارتباط بأهل البيت سلام الله عليهم، القلوب التي إذا دخلت إلى مشاهد أهل البيت تفتحت لها طعوم تدركها بوجدانها، وهذه الطعوم تختلف عن كل الطعوم المادية، لأن لكل معصوم ولكل مشهد طعم يدركه القلب. القلب الذي يدخل على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يجد في ذلك المشهد طعم،
والذي يدخل على مشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه يجد طعما آخر، والذي يدخل على مشهد الإمام الرضا سلام الله عليه يجد أيضا طعما آخر، وإذا دخل على الكاظم وجد طعم، وهكذا تختلف الطعوم. ولكن القلب المرهف الذي وصل إلى مستوى إدراك الاختلاف في بين هذه المشاهد بلا شك يدرك نعمة الولاية لأهل البيت سلام الله عليهم. ربما الاستدلال العقلي واللفظي والكلامي على نعمة الولاية لأهل البيت نستطيع أن نسطر فيه الكثير، ولكن هناك أيضا حالة شعورية تنتاب الإنسان الذي يوالي أهل البيت عليهم السلام، وهذه الحالة الشعورية هي من أعظم النعم علينا، فضلا عن ما يشاهده الإنسان في الخارج من نعم الولاية. اليوم إذا نظرنا إلى الأنماط السلوكية التي تصدر من من يتولى بأهل البيت عليهم السلام بحق، ومن يسعى حقيقة للتآسي بأهل البيت، لا ترى في هذه الأنماط السلوكية إلا مصداق للتحضر وللابتعاد عن الرعونة والخشونة والاقتراب من صور الرحمة وطلب العدالة. هذه في حد ذاتها نعمة كبرى، ولذلك عندما تسافرون من بلد إلى بلد هناك وهج روحي خاص يلمس عند التعاطي مع بعض الأشخاص. هذا الوهج ربما لا يصعب علينا تفسيره، ولكن بالفعل ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون من بعدي. إذا نظرنا إلى هذه النعمة وأدركنا حقيقتها سوف ندرك أن هذه النعمة بلا شك تستحق إدلاء الشكورية بين يدي الله عز وجل وشكره على هذه النعمة الكبرى. فلولا ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما عرفنا الإسلام حق معرفته، ولما ثبت الإسلام على مرتكزاته الأصيلة، ولما حفظ الإسلام المحمدي الأصيل إلى هذا اليوم، ولما تجلت السلوكيات في من يوالي محمد وآل محمد وفق ما يريده الإسلام منا. فاشكروا الله عز وجل على هذه النعمة الكبرى. ومثل هذا اليوم هو فرصة أيضا لماذا؟ لتوجيه السؤال إلى النفس، لولا ولاية علي بن أبي طالب لأين كنا؟ وفي أي وادي حللنا؟ الإنسان عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأن يجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أستغفر الله لي ولكم، وأختم قولي بالصلاة على محمد وآل محمد.